جاد بيوصل كل ليلة عبيته الكهرباء، مش من الشغل ولا من العجقة، بس من طلعة الدرج، لأنه الكهرباء بتكون مقطوعة وكلفة اشتراك الموتور بتبكي. بس ليه هالغلا؟ لأنه توليد الكهرباء بده رخصة والدولة ما عم تعطي رخص، مع أنه المادة السابعة من القانون رقم 462 تعدلت لتسمح لأي شخص ينتج ويبيع كهرباء مباشرة للمواطن، إن كان صاحب موتور صغير أو مستثمر كبير حابب يعمل محطة توليد كهرباء. بهالحالة مش أحسن إذا بيصيروا كلهم شرعيين وبيتنافسوا على تأمين الكهرباء للمستهلك، ويلي بيقدم أرخص سعر وأفضل خدمة بتشتري الناس من عنده، هيك فاتورة الكهرباء بترخص والخدمة بتتحسن، وأهم شيء إنه جاد ما بيعود يوصل عبيته هلكان. طب ليش موقفين الرخص؟